نجح فريق شباب بلوزداد في فرض التعادل على جمعية الخروب على أرضية ملعب هذا الأخير، وذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في آخر جولة من مرحلة الذهاب لحساب الرابطة المحترفة الأولى. الشوط الأول كان متوسطا على العموم ولم نسجل فيه الكثير باستثناء بعض المحاولات المحتشمة من حين لآخر على غرار كرة شعيب التي مرت جانبية. رد الزوار كان عن طريق سليماني الذي انتهت كرته بين أحضان حارس بوطريق. كان صار عندي بزاف ملعبش والحمد لله راني نولي بشويه سي فري باك فيزيك مو مازال ناقص شويه منا الحمد لله ها كون لونطينور يدير فيا كونفيونس لعبت مع سياسي ودوك زاد لعبت وان شاء الله جاي الله تراف نزيد نخدم شويه ان شاء الله. المردود ما مانيش راضي عليه كيما نقولوا 100% مازال باك مازال بعيد شويه على المستوى ديالي وان شاء الله نزيد نخدم باش نعاود نولي النيفو ان شاء الله خير. دوباك كي رحت مع ليكيب ناسيونال وين ما لعبتش لعب تما وزدت ما لعبتش مع سي ار بي بالك جست شويه مونت كومبيتيسيون ان شاء الله نوليها. نقول لك نتيجه ايجابيه على برا دائما مليحه سي فري الماتش كان جواب لي ديكو لي دو كوتي والحمد لله نتا ان بوان خير من والو كما نقولوا الحمد لله يا خويا سي فري جزنا باركور شويه درنا باركور قبل ما يجي لونطينور شويه دي كان شويه صعيب دي فيها وين تروفي ديفا دي كونسيكوتيف والحمد لله جبنا سام ماسون ديفات ان بون سين وان شاء الله نزيدو نعاودو نكمل. الشوط الثاني كان احسن من سابقه خاصه بالنسبه للمحليين الذين حاولوا افتتاح باب التسجيل، الا ان الشباب كان سباقا لاخذ المبادره حيث سجلنا اولى المحاولات عن طريق المدافع عبدات اثر ركنيه منفذه من عواد، وفي الدقيقه 60 كاد المهاجم صفار ان يفتتح باب التسجيل لولا براعه الحارس اسرير الذي اخرج الكره الى ركنيه. بعدها بدقيقه حاول اللاعب مصفار مخادعه الحارس اسرير من خارج منطقه العمليات. اخر محاوله في اللقاء كانت في الدقيقه 68 عن طريق اللاعب بخا الذي سدد كره قويه تصدى لها الحارس اسرير. بعد ذلك لم نسجل اي فرصه تستحق الذكر، وعلى ما يبدو فإن لاعبي الفريقين شرعوا في التفكير في العطلة الشتوية قبل الأوان. يعلن الحكم نهاية اللقاء بتعادل سلبي بين الفريقين، وعليه فإن الشباب اختتم مرحلة الذهاب في المرتبة الثالثة، في حين يحتل جمعية الخروب المرتبة الثالثة عشر.